السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله كل بخير. اليوم حنسوي كيكة عادية بجوز الهند. عندي هنا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، يعني مو باردات. هنا عندي ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، وعندي ملعقة صغيرة من الفانيلا أو أي نكهة. هنا بعدها نبدي نخفق. هنا بعدها من صار هيك قوامه، حضيف كوب وربع من السكر شكر، هذا ياخذ قياس كوب وربع. هنا نضيفه ونرجع نخفق لحد ما يكون قوامه كريمي. بعدها أضيف كوب كامل من الزيت. كوب من الحليب، ضروري المواد تكون كلها دافية بحرارة المطبخ، ما يصير تكون باردة لأن الكيكة راح تخرب والبيض ما راح ينفش. هنا عندي كوبين من الطحين، 2، أضيف على كوبين طحين أضيف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. وأضيف عليهم 1/2 كوب من النشا. ونص كوب من مبروش جوز الهند. هنا نخلطهم زين. بعدها نشغل الخلاط على درجة ناصية مو عالية، وأضيف خليط الطحين على دفعتين. ما نخلطه هواي بالخلاط الطحين، مجرد ما شوية ينخلط نكمل الخلط بهاي الملعقة. ودائما من تخلطون الكيك خليط الكيك من تضيفون الطحين لا تخلطون هواي، لأن الكيك ما يحب الخلط الهواي، يعني بعد ما تضيفون الطحين يصير قوام الكيك ما اعرف مشون، يعني الكيك ما تنفش. نخلطها بهالشكل، وضروري مواد الكيك كلها تكون دافية، يعني ماكو اي شي بارد. هذا قوام يصير.
هنا بعدها عندي هذا القالب قياس 25. دائما افضل الكيكة العادية تسووها بهيج قالب مزروف من الوسط، ما اعرف الكيكة دائما تطلع ناجحة بي. وانا من بديت قبل لا اخفق الكيك، اول ما خليت البيض رأسا شغلت الفرن، لازم يكون الفرن كلش حامي. بعدها نضيفه بالقالب، هنا بعد ما خليتها بالقالب نطرقها هيجي كم مرة بس على مود الفقاعات كلها تطلع من الكيكة. بعدها هنا عندي قليل من مبروش جوز الهند حضيفه هنا. هاي الخطوة يعني اختيارية، اذا ما تحبون تضيفوها لا تضيفوها. الشكل هنا الفرن قلت لكم حميته على اعلى درجة. بعد ما اخلي الكيكة بالفرن على الرف الوسط تقريبا هيج دقيقتين او دقيقة، اوطي النار واخليها على درجة 180 درجة على الرف الوسط من جوه، يعني مو الفوق والجوه لا ما يصير، بس النار اللي جوه نشغلها وتاخذ من عندي تقريبا 40 دقيقة، وانا اقول لكم ايش قد اخذت. بعدها اخر كم دقيقة اشغل الفوق، بعد ما تستوي نشغل الفوق ونطفيها، بعد ما تكمل ارجع لكم. هنا خليناها على الرف الوسط، شوفوا الرف الوسط هاي هنا انا على اعلى درجة، بعد دقيقة اخليها على 180 درجة، وابد لا تفتحون الفرن تفوت نص ساعة. يلا هنا بعد ما استوت نزلت المشبك جوا وشغلت الفوق شوية بس تتحمر الفوق وطفيت الفرن. وهاي بعد ما استوت الكيكة اخذت مني بالفرن تقريبا 40 او شوية فوق 40 دقيقة واستوت. بعدها مثل ما قلت لكم وشغلت الفوق خليتها جوا، يعني كانت بالرف الوسط خليتها جوا شغلت الفوق بس تحمرت شوية من فوق وطفيت النار. هنا تركتها شوية تصير دافية يعني شوية ترتاح. بعدها هنا لازم هاي تسوها الحركة، يعني خاف مثلا لازقة هنا بالسكين شوية. ما بكل سهولة طلعت. هنا هقطعها قدامكم تشوفون داخلها. داخل شلون هشة وسفنجية وطعمها كلش طيب. اتمنى تجربوها، واذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وسووا لايك ومع الف سلامة.